ملعب مرسول بارك، حيث سنترقب وإياكم معركة من المعارك الكروية. ملعب مرسول بارك، النصر وضيفه الشباب في مباراة مفترق الطرق. يمتاز بها دائما نور الدين، محاولة إلى حمد الله. النصر يبادر من خلال إضاعة الفرص. يعدي حمد الله. والشباب يصول ويجول بالقرب من مرمى برادلي جونز، والمحصلة ركلة جزاء احتسبها تركي الخضير ونفذها بانيكا محرزا هدف الضيوف الأول. الشباب المتصدر يطمح إلى مضاعفة النتيجة. عبدالله الزوري يرسل الكرة إلى كريستيان غوانكا، والأخير يتمكن من إحراز الهدف الثاني لفريقه. ردة الفعل الأولى في النصر جاءت على هيئة نقاش حاد بين مرابط وبيتروس. النصر يحاول العودة عن طريق بيتي مارتينيز دون تحقيق ما يذكر. الشوط الأول ينتهي بتقدم الضيوف. في الحصة الثانية بيتروس يسدد كرة ضلت طريق الشباك. في اللقطة النصر يقترب من تسجيل هدف تقليص الفارق، والفرصة تضيع على حمد الله ورفاقه. الشباب يصل للمرة الثالثة إلى شباك جونز، وراية التسلل تنقذ الفريق الأصفر مؤقتاً. بعدها بقليل غوانكا يحرز هدف الشباب الثالث بتسديدة لافتة. مرابط من المدرجات يتابع مشهد الانهيار. وجاء الهدف الثالث. عبد الرزاق حمد الله يسقط في هذه اللقطة، والحكم يحتسب ركلة جزاء. البواردي يتصدى لتسديدة المهاجم المغربي. مشادة بالقرب من مقاعد البدلاء وتلاسن بين حسين عبد الغني وسيبا. عودة إلى المستطيل الأخضر، حيث كانت جماهير الشباب على موعد مع هدف رابع بإمضاء النيجيري إيغالو. الشباب يتصدر الدوري السعودي، والنصر يعود إلى دوامة النتائج المتواضعة. هدى زين الدين، العربية.